الاستفادة السياحية من المكان لما يتطور، يعني هنستفاد منه سياحيا، الناس الشباب هيشتغلوا في السياحة وهيشتغلوا في كذا حاجة تاني. نحافظ على الشكل المعماري، أهم حاجة الشكل المعماري والشكل بتاع مصر القديمة اللي هو على مدار آلاف السنين. التطوير ده هيكون عائد منه ولا لأ؟ وهيكون ليه فايدة شكل السياحة ولا لأ؟ ممكن نستفيد منه سياحيا ازاي مثلا؟ أو لما يجوا يغيروا في التراث مثلا السياحة وكده كحاجات قديمة مثلا عندنا وكده، هيحافظوا عليها ولا هيغيروا فيها؟ التطوير ده يكون في حد ذاته اللي هو يشد الانتباه الناس اللي جاية من بره، لأنه طبعا ده مكان سياحي وطبعا هيشد أغلب حاجة السياح، فلازم طبعا يبقى فيه يعني اللي هم مرشدين سياحيين يقدروا يشرحوا المكان بشكل عام وبشكل تفصيلي للسائح. تطوير هايل طبعا وجميل جدا وممتاز، وطبعا هنستفاد بيه من السياحة بس أهم حاجة الناس تحافظ على النظافة وعلى المكان الجميل، لأنه فعلا حاجة ممتازة. وإحنا بنشكر طبعا الرئيس على التطوير الجامد اللي هو اتعمل ده.